الله ما شاء الله تبارك الله، هذا البيتران والشيح والنعناع ما شاء الله تبارك الله، النعناع الجبلي استقبلنا في مدخل البيت الجبلي. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، هذه ساحة البيت الجبلي. الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله، حياكم الله في البيت الجبلي التراثي في فيفاء. إن شاء الله إطلالات جميلة ونسيم عليل. غرفة السطح إن شاء الله تبارك الله، هنا السطوح والإطلالات الجميلة ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله على هذه الإطلالات الجميلة في البيت الجبلي التراثي في فيفاء. هذه شجرة الجاك فروت، طبعا شجر هذه من شرق آسيا.